منذ انتشار مفهوم التميز المؤسسي، وكثير من المؤسسات في سباق مستمر نحو بلوغ التميز المستدام في الأداء والإنجاز، بما يحقق مستويات أداء باهرة تتفوق بها على نظرائها ومنافسيها، الأمر الذي نتج عنه تطوير العديد من منهجيات وآليات العمل المختلفة في محاولة لضمان التناسق والتناغم التام بين الأهداف المؤسسية والأهداف الفردية، دعماً وتحقيقاً لرؤية ورسالة المؤسسة. ومن الناحية العملية، نجد أن الكثير من هذه المؤسسات تواجه تحديات متعددة في شمولية وانتظام تطبيق منهجيات العمل بالكفاءة والفعالية المطلوبة، نظراً لما تحتوي هذه المنهجيات من إجراءات مختلفة وأدوار ومسؤوليات متداخلة ومتزاحمة قد تصل في مجملها إلى مئات من خطوات العمل أثناء دورات التطبيق المتكررة. وانطلاقاً من هذه الحاجة الملحة، تم تطوير نظام الإدارة الذكية لمنهجيات العمل Smart Approach، بما يعزز من كفاءة وفعالية تطبيق منهجيات العمل وينظم طريقة تطبيقها ويعظم العائد من مخرجاتها. ولقد أضحى هذا النظام التطبيقي ممثلاً عملياً فعالاً لمفهوم جديد للأنظمة الذكية. إن ما يميز هذا النظام ليس فقط استخدام التكنولوجيا الحديثة، وإنما توظيفها في كيفية ابتكار حلول إدارية متكاملة تعالج المشكلات المتكررة أثناء التطبيق، وتضمن تتبعاً دقيق لكافة الإجراءات واكتشاف نقاط الارتباط وتفادي الازدواجية، حيث يوفر هذا النظام منصة سهلة لبناء المنهجيات وتحديد نوعية ودرجة ارتباطها مع باقي منهجيات العمل ومداها الزمني ومؤشرات النجاح في تطبيقها، كما أنه يمكن القادة من الاطلاع على مدى التقدم في تطبيق كافة المنهجيات ورصد أي إخفاقات أو تكاسل في عملية التطبيق على مدار الساعة وفي أي يوم من العام، بشكل يحدد سبب وموقع هذا الإخفاق أو التأخير. أمامنا الآن برنامج Smart Approach Management. الهدف من هذا البرنامج هو إدارة كافة المنهجيات التي تعمل داخل المؤسسة بطريقة ذكية، أي بطريقة منتظمة تنفذ من خلال الموظفين المكلفين بتنفيذ الأنشطة الخاصة بمنهجيات العمل. عندما ترتبط مجموعة من المنهجيات ببعضها البعض، فإن هذا البرنامج سيوفر الآليات اللازمة لنقل المعلومات وتكاملها وانضباطها بين المنهجيات المرتبطة ببعضها البعض. تعالوا معنا لنرى كيف يعمل Smart Approach. أمامنا الآن الشاشة الرئيسية لSmart Approach. عند بدء البرنامج نرى عدد المهام الجديدة، وسنرى أي المهام ما زالت متأخرة، والمهام المنجزة، والمهام التي لا تزال قيد الاعتماد، أي التي لم تنتهي بعد. سنرى ذلك بشكل تفصيلي أثناء الشرح وسائل الإخطار الأساسية بهذه المهام. دعونا نستعرضها سوياً. بداية، أمامنا على هذه الشاشة نستطيع استعراض المهام الواردة، حيث يمكن التعرف على المهام التي وردت بالتفصيل، ونستطيع من خلال هذه الشاشة أن نرى كل مهمة على حدة وبشكل منفصل. أيضاً ستصل هذه المهام من خلال اختيارات البريد الإلكتروني للموظف المعني بتنفيذ المهمة أو النشاط المطلوب في المنهجية. أمامنا الآن مهمة يجب تنفيذها، نستطيع أن نرى تفاصيلها، نستطيع التعرف على اسم المنهجية في هذه المنطقة، يمكن التعرف بشكل دقيق، التعرف على نوع الإجراء المطلوب، سواء كان الإجراء عبارة عن تنفيذ إجراء، اعتماد إجراء، إدخال بيانات مؤشر أداء، أو مراجعة إجراء، أو مراجعة أو اعتماد مؤشر أداء. هذه هي أنواع المهام التي يمكن للموظفين استقبالها.
أما المدراء والموظفين المختصين بإدارة البرنامج فستصلهم أنواع أخرى من المهام بالإضافة للمهام السابقة في هذه الشاشة. نستطيع أن نتعرف على المطلوب تماما لتنفيذ المهام. على سبيل المثال، المرسل هنا هو النظام، وهذا يعني أن الخطوة قد استحقت التنفيذ في هذا التاريخ. هذه هي آلية العمل التي توجد في المنهجية المطلوب تنفيذها، وهذه هي خطوة الإجراء التي سيتم تنفيذه. الإدارة المعنية بالتنفيذ مذكورة هنا. إذا كان يوجد خطوات سابقة من مهام سابقة يمكننا رؤيتها هنا بهذا الشكل، حيث أنه غالبا ما يتم استكمال خطوات الإجراءات الجديدة بناء على المخرجات السابقة، والتي يمكن أن تكون على صورة مدخلات من منهجيات أخرى. كما نرى هنا، فهذا مدخل وصل لنا من منهجية المقارنات المعيارية على سبيل المثال. لدينا هنا مرفق مرتبط بتنفيذ تلك الخطوة من الإجراءات، يمكننا الاستفادة منه في تنفيذ هذه الخطوة، ويمكن تحميله ومعاينته واستخدامه. عندما يتم تنفيذ خطوة الإجراء سيمكن إضافة الملف الدال على هذا التنفيذ، أو نذكر هنا مثلا نصا مكتوبا يوضح كيف تم تطبيق هذا الإجراء، أو أي توصيات. وفي النهاية، وعند التأكد من تنفيذ الإجراء بشكل صحيح ووضع الإضافة المطلوبة، فلنفترض مثلا أن هذا الملف هو الملف المراد رفعه على النظام. ببساطة يمكننا سحبه وإضافته هنا، عملية سهلة، ويمكننا ببساطة قبوله ورفعه أو إلغاؤه. عندما نقبل الملف يجب علينا تعيين اسم للملف. إذا كان لهذه الخطوة اسم معين كمخرج سيكون معرف لنا، وإن لم يكن معرف فسنكتب اسم مميزا، الملف المعني بتطبيق هذه الخطوة، وفي النهاية سنضغط على تنفيذ الإجراء. وبهذه الطريقة قمنا بتنفيذ الخطوة كما رأيتم، تم تنفيذ الإجراء. وبالتالي فإذا أتممنا تنفيذ هذه المهمة فستظهر لنا في شاشة المهام المنفذة هذه هي الخطوة التي قمنا بتنفيذها للتو. وعندما نقوم بفتحها سنرى بيانات تنفيذ الخطوة التي تم إنجازها، التاريخ، الشخص الذي قام بالتنفيذ، وأيضا الملاحظات المدونة. وإذا اعتمدنا مخرجات لهذه المهمة فستظهر لنا هنا أيضا. ولو لاحظتم هنا فنحن لم نقم بتحميل الملف في المثال السابق، ولو قمنا بتحميله لكان قد ظهر لنا. الآن سنقوم بفتح المهام الواردة لنرى ما حصل. سنجد أن المهمة التي تم تنفيذها للتو لم تعد كما كانت مطلوبة من أجل التنفيذ، ولكنها قد انتقلت للاعتماد. الآن سنتعلم إضافة أو رفع الملف الذي لم نرفعه في الخطوة السابقة. بكل بساطة سنسحبه ونضيفه، وسنسميه الملف المعني بتطبيق هذه الخطوة، ونضغط على تحميل. وبهذا نكون قد أضفنا الملف. نلاحظ أنه يمكننا إضافة الملفات في أي مرحلة من المراحل، سواء تنفيذ أو اعتماد أو مراجعة. بالضغط على زر الاعتماد يتم اعتماد خطوة الإجراء، ونلاحظ أن الملف أصبح موجودا. وبالعودة للمهام الواردة لفتح المهام المنفذة لنراجع الخطوة التي تم تنفيذها للتو، سنجد الخطوة أمامنا، وهذا هو الملف الذي تم تنزيله في المرة السابقة، وهذه هي الخطوة التي اعتمدناها. سنجد كافة البيانات والمعلومات والمرفقات، الملف، التنفيذ، الموافقة، والملف الذي أخرجناه من هذه الخطوة أيضا. تعالوا نستعرض عندما نريد إدخال بيانات مؤشر الأداء. ما هي الاختلافات التي ستكون أمامنا؟
وهذا مؤشر أمامنا. والمطلوب هو اعتماد مؤشر أداء إدخال البيانات. كل الحقول المعروضة أمامنا هو بيانات المؤشر، المرسل، الأداة المعنية بالتنفيذ، ما هي المعادلة التي نريد أن ننفذها في هذا المؤشر، اسم المؤشر، تاريخ إدخال البيانات. إذا كان هناك قالباً لإدخال البيانات الخاصة بالمؤشر سيكون موضحاً هنا. وأخيراً القيمة المفترض أن تدخلها في المؤشر، على سبيل المثال 85%. وإذا أردنا إضافة ملف كدليل على صحة هذه البيانات، دليل صحة المؤشر، يمكننا إضافته كذلك. ونستطيع أيضاً إيضاح اسم المؤشر. والآن يمكننا إتمام العملية بكتابة تعليق أو نص هنا: تمت إدخال بيانات المؤشر، وننفذ الإجراء. تم إدخال الإجراء بنجاح. وعندما نذهب إلى هنا سنجد أن المؤشر الذي أدخلناه للتو مطلوب اعتماده. وعندما نتساءل عن كيفية عمل هذه الإجراءات سنجد أنه يتم تلقائياً تعيين من المعني بإدخال بيانات المؤشر ومن المعني باعتماد ومراجعة بيانات المؤشر داخل الإجراء نفسه. فلكل مهمة يوجد مخطط سير عمل مخصص لها، سواء كان هذا العمل تنفيذي أو اعتمادي. هنا سنعتمد الإجراء بدون أي ملاحظات وسنوافق على النتيجة: تم إنجاز المهمة. وهكذا استعرضنا معكم أعزائنا المستخدمين كيفية إتمام المهام الواردة، سواء كانت هذه المهام تنفيذ، اعتماد ومراجعة، أو مهام إدخال بيانات مؤشرات. الآن وقد استعرضنا معظم المهام التي قد توجه لعامة الموظفين المعنيين بتطبيق المنهجيات، لكن يوجد بعض المهام الخاصة التي قد يحتاجها بعض فئات الموظفين ولا سيما القياديين منهم. لذا تم تمكينهم باستخدام وحدة تشغيل داعمة اسمها إدارة المهام. تعالوا نستعرض سويا ما هي مكونات إدارة المهام. سبق وأوضحنا أنه سيتم البدء في تشغيل مهام الإجراءات حسب التاريخ المحدد للمهمة، ومن خلال وحدة إدارة المهام سيمكننا كذلك البدء بطريقة يدوية بأي توقيت آخر، حيث يتم اختيار المنهجية المحددة. ودعونا كمثال نختار منهجية إدارة العلاقات مع المتعاملين وقياس رضاهم. وبعد فتحها سنجد أمامنا كافة إجراءاتها كالتالي: أولاً اسم الآلية، وهي مرحلة التنفيذ الأساسية، وسنجد تحتها الإجراءات الخاصة بهذه المرحلة، ثم الآلية التالية والإجراءات الخاصة بها كذلك. إذن فالمنهجية تتكون من مجموعة من الآليات، وكل آلية تتكون من مجموعة من خطوات الإجراءات. الآن يمكننا اختيار الخطوة المحددة ليتم تشغيلها بطريقة يدوية. وعلى سبيل المثال، إذا طلبنا تنفيذ هذه الخطوة رقم 5 وضغطنا على البدء، فإنها ستتحول لمهمة عمل. لاحظوا أن خطوة رقم 5 ستظهر في صندوق المهام الواردة. نرجع مرة أخرى إلى إدارة المهام، وقد تعلمنا فيما سبق كيفية تنفيذ المهام. أما الآن فدعونا نرى المنهجية التي نريد إدخال نتائج مؤشراتها. سنستخدم نفس المنهجية التي نعرضها الآن، ونقوم بإدخال بيان هذا المؤشر. وهكذا تم بدء الإجراء بنجاح، وتم إنشاء مهمة قياس مؤشر الأداء، حيث سنجدها بصندوق المهام الواردة. يتم تنفيذ المهمة بإدخال بيانات المؤشر الذي تم اختياره. لدينا مجموعة أخرى من المهام هي خاصة بتكليف الموظفين، وهذا مثال على كيفية إتمام عملية التكليف. لنأخذ هذه المنهجية على سبيل المثال: التخطيط الاستراتيجي والتشغيلي. أمامنا الآن كافة خطواتها بالتفصيل. تم تحديد كل خطوة ومن المسؤول عنها مسبقاً، وصف الخطوة، تاريخ بدء الإجراء، تاريخ نهاية الإجراء،
وهنا سنأتي لقائمة تكليف الموظف من قبل المدير العام. سنختار على سبيل المثال مدير رقم 1 لتنفيذ هذه الخطوة الخاصة بتشكيل الفريق، ومن ثم نضغط على حفظ. قمنا بحفظ هذا التغيير بالخطوة وتم تغيير اسم الشخص المعني بتنفيذها. مثلا نريد أن ننقل مسؤولية تنفيذ هذه الخطوة للمستخدم رقم 1. كما نرى يمكن أن نعيد التكليف لتغيير المعنى بتنفيذ كل خطوة، بذلك نكون قد أوضحنا كيفية تكليف الموظف على مستوى الإجراء. دعونا نتحدث هنا عن تكليف المعتمدين. لقد تم تحديد موظف معني بالاعتماد لكل منهجية، ويمكن من خلال تلك الشاشة الاطلاع على كل المنهجيات ومن هو المعني باعتماد المهام الصادرة عنها، حيث يمكن تغييره كما هو مبين، ومن ثم نضغط على حفظ، وسنلاحظ أنه تم تسجيل تاريخ بدء التكليف بتلك المهمة، وكلما أضيف أي تغيير في التكليف سيتم حفظه في سجل النظام تأكيدا للشفافية والمسؤولية. وفي حال المراجعة كذلك، هنا يمكن تغيير الشخص المعني بالمراجعة، ومن ثم نحفظ التغيير، فسيظهر لنا التاريخ الذي قمنا فيه بالتغيير للشخص المعني بمراجعة هذه المنهجية، وتنطبق نفس الآلية على مهام قياس الأداء، حيث يتم التكليف بالقياس كمهمة عمل على مستوى المنهجية. يمكننا كذلك اختيار أو تغيير الموظف المعني بالقياس، وهو ما سيتأكد بتسجيل تاريخ التغيير كما سبق بالحالتين السابقتين. سنبدأ الآن الجزء الرابع من الدليل التدريبي من Smart Approach. سنتحدث هذه المرة عن إدارة المنهجية، كيف يتم بناء المنهجية، وكيف يتم إدخال المعلومات الخاصة بها. المعنيون بإدارة المنهجيات هم المدراء مالكي هذه المنهجيات، والموظفون المتخصصون المعنيون في تصميم المنهجيات ورسمها وتخطيطها، والموظفين العاملون في إدارة الجودة والتميز والتخطيط الاستراتيجي. وبالتالي فإن إدارة أو تغيير المنهجيات سيعالجها البرنامج مثلها مثل أي مهمة أخرى. هذا ليس حصراً فقط على الفئات التي يمكنها التغيير في تصميم المنهجية، بل متاح لاقتراح التعديلات من قبل جميع الموظفين. يعالج البرنامج Smart Approach المنهجية بنفس مفهوم العملية التي لها إجراءات تحولها إلى مخرجات من خلال وحدة إدارة المنهجيات والوحدة الفرعية. سنستعرض تلك المنهجيات التي قمنا ببنائها سابقاً. والآن على سبيل المثال لدينا المنهجية، لنحضر المنهجية الأولى، لدينا المنهجية الأولى لنطلع على مكوناتها. أولا من خلال شاشة الإعدادات العامة سنحدد من اسم المنهجية، ثم سنختار مالك المنهجية من مدراء الوحدات التنظيمية المتواجدة لدينا، ثم نختار مالك المنهجية من مدراء الوحدات التنظيمية المتواجدة لدينا على مستوى المؤسسة، ونختار المعني بالمراجعة، ومن إحدى مقتضيات الحوكمة في الإدارة أن تتم المراجعة من قبل جهة غير الجهة المعنية بالتنفيذ، ثم نحدد تاريخ بدء قياس المنهجية وهو نفس تاريخ بدء التنفيذ، ليكون كما نرى بالمثال في الأسبوع الأول من الشهر الأول في العام. ثم ننتقل لشاشة المصطلحات لاختيار المصطلحات التي نود تعريفها لمستخدم هذه المنهجية. يتم هنا إدخال المصطلحات بطريقة بسيطة، نقوم باختيار المصطلحات السابق تعريفها في قاموس المصطلحات الذي سبق بناؤه في وحدة إعدادات النظام. على سبيل المثال إذا أردنا مصطلح الحوكمة من خلال عمليات البحث
يتم اختيار التعريف، ثم يتم النقر على زر إضافة، وبذلك نكون قد أضفنا تعريفاً للمصطلحات الخاصة بهذه المنهجية. ننتقل إلى شاشة هدف المنهجية، والتي تبين مبررات الحاجة لإنشاء المنهجية، حيث يتم إدخال الأهداف من خلال صندوق تحرير نصي مثل المايكروسوفت وورد. الآن جاء دور تحديد ارتباطات المنهجية بمعايير التميز. على سبيل المثال، إذا أردنا تحديد الارتباطات مع معايير جائزة أبوظبي للأداء الحكومي المتميز، هذا يعني أنه يمكننا تحديد معايير مثل معيار القيادة، معيار العمليات، معيار التخطيط الاستراتيجي، ثم نختار المعيار الفرعي الأكثر ملائمة لهذه المنهجية من تلك المعايير الفرعية. ويفيد الربط في استخراج تقارير على مستوى معايير التميز وتطبيقات المنهجيات المرتبطة بها. ننتقل لشاشة الارتباطات في سياق تحديد الارتباطات الخارجية للمنهجية، فيمكن الربط مع أي معلومات أو دراسات خارجية مستقلة خارج إطار المنهجيات والمؤسسة نفسها، مثل مواصفات الآيزو مثلاً، أو الخطوة الاستراتيجية للإمارة. بطبيعة الحال سيحتاج تطبيق المنهجية لنماذج وقوالب للعمل مثل المصفوفات والجداول، ويمكن إضافتها من شاشة المرفقات. سيمكن إرفاقها هنا بالنظام. على سبيل المثال، في منهجية استطلاع رأي الموظفين سيتم إرفاق نموذج استبيان خاص بآراء العاملين. أيضاً يمكن إرفاق نموذج استرشادي لتحديد الفئات وحجم العينات التي سنوزع عليها الاستبيان. يمكن بالتالي رفع المرفقات ومنحها اسماً تعريفي كما ترون. سننتقل لشاشة خطوات العمل لهذه المنهجية في المثال أمامنا، والتي تم إدخالها مسبقاً. كما ترون، تسمح لنا هذه الشاشة أن نضيف إجراء أو نعدل إجراء أو حتى نقوم بحذف الإجراء. يمكننا القيام بذلك على مستويين، الأول وهو مستوى الآليات، والثاني وهو مستوى خطوات الإجراءات. فكل آلية مكونة من مجموعة من الخطوات. لنبدأ الآن في مستوى الخطوات ولنتعرف على مكوناتها. علينا أن نحدد الخطوة المطلوبة، إضافتها أو تعديلها، وموقعها، وأي آليات العمل التي تتبع لها. سنختار الآلية الأولى وهي استبيان واستطلاع رأي المتعاملين. بعدها سنحدد نوع الإجراء وتحديد الموعد الزمني الذي سينفذ خلاله برقم الأسبوع والشهر. مثال: يبدأ هذا الإجراء في الأسبوع الثاني من الشهر العاشر وينتهي في الأسبوع الأول في الشهر الحادي عشر. إذا كان هذا الإجراء مترتب على إنجاز إجراء سابق، يجب علينا أن نحدد رقم الإجراء السابق. في تلك الحالة سيكون للخطوة الجديدة مهلة زمنية لإنهاء تنفيذ متطلباتها. يبدأ النظام في حسابها بعد انتهاء الإجراء السابق. يمكننا أن نحددها أو سيعتبرها النظام أسبوع بشكل تلقائي. إن كان الإجراء قابلاً للتكرار بمواعيد مختلفة، فيمكن اختيار نوعه ليكون دورياً. نحدد معدل التكرار المطلوب من مرة إلى 12 مرة سنوياً. وفي هذه الحالة علينا أن نحدد ما هي توقيتات التنفيذ حسب التكرار، أو يمكننا أن نفعل خيار الإجراء اليدوي، بمعنى أنه ليس له تاريخ بدء أو نهاية. وهذه هي أنواع الإجراءات التي يمكن اختيارها. استكمالا لما بدأناه، نحدد إن كان هذا الإجراء يحتاج إلى اعتماد أو مراجعة أو لا.
علينا ألا نتوسع في هذه الخاصية، فليست كل الإجراءات تحتاج إلى اعتماد ومراجعة. ثم نحدد طبيعة الإجراء، هل هو إجراء فردي؟ بموجب تلك الخيارات تنبثق خيارات فرعية. فعندما نختار إجراء فردي، سيتوجب تبعا له اختيار موظف من القائمة مسؤولا عن إنجازه. فإن حذفنا اختيار خاصية الإجراء الفردي، فسيعني ذلك أن الإجراء موجه لمجموعة من الموظفين، فتنبثق لنا اختيارات مجموعة العمل، وهم الذين يشغلون مستوى وظيفيا معينا. فلو اخترنا مستوى مدير إدارة، فسيعني ذلك توجيه الإجراء لكل من يشغل المستوى الوظيفي مدير إدارة على التوازي. على سبيل المثال، لو نرغب بجمع الاحتياجات التدريبية، بطبيعة الحال سيتوجه هذا الإجراء لجميع الإدارات لكي تنفذ هذه الخطوة، وكل مدير يحدد احتياجات إدارته التدريبية. هذا يعني أن البرنامج سيحول هذه الخطوة عند التنفيذ إلى عدد من مهام العمل المنفصلة، توجه كل واحدة لكل مدير إدارة مختلفة. ننتقل لشاشة صلاحية مشاهدة المخرجات لضبط وتفادي خلط وازدحام مخرجات الإجراءات بين الإدارات المختلفة. يمكن أن نحدد من يجب أن يطلع على هذه الإجراءات ونماذجها ومرفقاتها. أيتم إتاحتها لجميع مستخدمي نفس المنهجية بنفس الإدارة؟ أو مستخدمي كافة المنهجيات؟ ستمكن هذه الخيارات المنفذين للخطوات اللاحقة المترتبة على الإجراء الحالي محل التصميم من استخدام المخرجات. ستمكن هذه الخيارات المنفذين للخطوات اللاحقة المترتبة على الإجراء الحالي من استخدام المخرجات والمعلومات التي تخصهم دون غيرها، وهو ما يعزز أمن المعلومات وسهولة تداولها في آن واحد. ننتقل لحقل المخرجات، حيث يمكن إضافة وربط المرفقات التي تم وسبق إضافتها للمنهجية حسب حاجتنا. كما رأينا، تم ربط هذه الخطوة النموذج الاسترشادي لتقسيم وحساب حجم العينة. عندما نختار الملف، سيظهر الاسم بشكل تلقائي والذي يمكن تحريره حسب الحاجة. يبقى أن نقرر هل هذا المخرج المحدد لتلك الخطوة يعتبر مخرجاً نهائياً، أي لن يتم أي تعديل لاحق عليه أم لا. فإن كان مخرج تلك الخطوة ما زال تحت الإجراء وسيتم استكمال العمل عليه لاحقاً، فلا يتم اختيار الحقل مخرج نهائي. يمكن إضافة مخرجات أخرى لنفس الخطوة حسب الحاجة، أو حذف ما تم إضافته بالخطأ. ننتقل لحقل شرح خطوات العمل لوصف كيف يتم تنفيذ خطوة الإجراء في صندوق تحريري مثل الوورد. كما سبق وعلمنا أن المنهجيات مرتبطة ببعضها البعض في ترابط شبكي، فإن الحقل مدخلات الإجراء يمكننا من خلاله أن نضيف مدخل في هذه الخطوة قبل منهجية أخرى. وهذه إحدى مميزات البرنامج الأساسية والتي تترجم مفهوم إدارة العمليات العابرة لحدود الأقسام Cross-Functional Management. هنا نفترض أننا سنقوم بربط مخرج نهائي من منهجية أخرى ليكون مدخلاً لتلك الخطوة بالمنهجية الحالية كما نرى. في النهاية يجب التأكد من حفظ الخطوة، وإلا فكل التغييرات لا يتم تفعيلها. ننتقل إلى شاشة مؤشرات الأداء. يقوم هذا المبدأ على فكرة تنفيذ الإجراءات بين الإدارات المختلفة والعمليات المختلفة. هنا نفترض أننا سنقوم بربط مخرج نهائي من منهجية أخرى ليكون مدخلاً لتلك الخطوة بالمنهجية الحالية.
في النهاية يجب التأكد من حفظ الخطوة، وإلا فكل التغييرات لا يتم تفعيلها. ننتقل إلى شاشة مؤشرات الأداء. لإضافة مؤشر علينا أن نكتب اسم المؤشر. على سبيل المثال المؤشر هو رضا المتعاملين، ثم نوضح المعادلة وهي عبارة عن عدد المتعاملين الراضين مقسوم على عدد من شارك في الاستبيان. دورية القياس نحددها لربع سنوي أو نصف سنوي، وسنختار هنا نصف سنوي. ونحدد المستهدف 85%، ونختار وحدة القياس، ثم نحدد من هو الموظف المسؤول عن قياس هذا المؤشر. نفترض أن شعبة العلاقات العامة هي الجهة المقصودة. يمكننا إضافة كافة الصور المعبرة عن المنهجية مثل خريطة العمل Process Flow Chart. هكذا نكون قد تعلمنا كيف يتم إنشاء المنهجية وتعبئة حقولها المختلفة وحفظها في هذا النظام، وبالتالي أيضا كيفية تعديلها. يكون تعديلها من خلال أن ندخل على عرض المنهجيات والبيانات التي نريد تغييرها، وعند الانتهاء سيرجع النظام إلى مالك المنهجية ليعرض عليه التغييرات، فإن تم قبولها تم تفعيل التحديث والتغيير. في هذا الجزء سنستعرض كيف يمكن مراجعة أداء المنهجيات واستعراض نتائج مؤشرات الأداء. تم تصميم 3 أنواع من الشاشات التي نستعرض من خلالها أداء المنهجية. أول شاشة وهي الشاشة العامة التي تظهر فيها كافة المنهجيات، ومن خلالها نستطيع أن نتعرف بشكل سريع وإجمالي على قياس كل منهجية على مستوى الكفاءة ومستوى الفاعلية. يقيس نظام سمارت أبروتش آلياً مؤشر الكفاءة، حيث يقيس مدى الالتزام بالتنفيذ مقارنة بالوقت المخصص للإنجاز، ويقيس مؤشر الفاعلية متوسط معدلات تحقيق نتائج المؤشرات التي تم تحديدها لكل منهجية. ومن خلال هذه الداشبورد نستطيع استعراض نتائج أداء جميع المنهجيات. وبالانتقال للشاشات المختصة بالفاعلية أو الكفاءة سيمكن استعراض نتائج المؤشرات تفصيليا لكل منهجية وكل مؤشر على حدة. بالانتقال لوحدة الوثائق الخارجية أيضا سيمكننا استعراض وإضافة وحذف الوثائق ذات المصدر الخارجي عن المؤسسة كما تم بيانه سابقا. الآن نستعرض وحدة التقارير التي نستطيع استخراجها من البرنامج. مثلا يمكننا إصدار التقارير التالية: تقرير تصميم المنهجيات، وتقارير عن أداء المنهجيات وكافة التطبيقات التي تمت عليها، تقرير الموظفين المكلفين في المنهجيات، تقرير المنهجيات المطبقة في الإدارات، تقرير الموظفين حسب الإدارة نفسها، وتقرير مجموعات العمل، وتقارير أداء المنهجيات حسب معايير جوائز التميز. ننتقل لوحدة التدقيق، حيث نستطيع أن ندقق على كل منهجية بمراجعة نسبة التدقيق لديها. على سبيل المثال في منهجية تخطيط التوظيف والتوطين نجد أن نسبة التطبيق تصل إلى 30%. بالنقر على التفاصيل نجد أن هنالك 3 إجراءات، واحد منها لم ينفذ بعد وهو متأخر. ويمكن التعرف على التفاصيل والموظف المسؤول عن التأخير بمجرد النقر مرة أخرى على الإجراء، ويتضح لنا أنه يمكننا التدقيق بكل سهولة على منهجية غير مستكملة، ويمكننا معرفة أين توقفت وعند من. وصلنا الآن إلى إعدادات النظام. نتذكر في المنهجية أننا استخدمنا مصطلحات وقلنا أنه يجب علينا إدخالها في إعدادات النظام في قاموس المصطلحات. نستطيع أن نضيف أي مصطلح جديد بكل بساطة بإضافة العنوان والوصف اللازم لتفسير المصطلح. لماذا ندخل المصطلحات في مكان منفصل عن المنهجيات؟ السبب هو ضمان حوكمة تعريف المصطلحات ومنع أي ازدواجية محتملة
مع استمرار تحديث وتغيير المنهجيات. نحن نعرف أن معايير التميز يتم تغييرها دورياً، وقد تضاف أي جوائز أو معايير أخرى. يمكننا من خلال وحدة جوائز التميز أن نحذف أو نعدل أو نضيف المعيار الرئيسي وما يتبعه من معايير فرعية أو نحذفه بالكامل. علينا أن نتذكر أن إدخال المعايير بحد ذاته هو أمر نستطيع التحكم به والتغيير فيه، كما يمكن من خلال إعدادات النظام إضافة مستخدمين وإنشاء الوحدات الإدارية وفرق العمل كما سبق وأشرنا. سنوضح كيفية عمل اليوزر مانجمنت أو مجموعة العمل. هنا يمكننا تعريف مجموعة عمل، وعلى سبيل المثال دعنا ننشئ مجموعة عمل ونسميها منسقي التميز، حيث سنبدأ باختيار الوحدات، ومن هنا ونحتاج للانتظار قليلا لكي يتم التحميل. والآن بهذه الطريقة قمنا بتحديد مكونات هذه المجموعة، ويمكننا أيضا إنشاء وحدة الإدارات. فعلى سبيل المثال يمكنني إنشاء وحدة تنظيمية، على سبيل المثال إدارة ألف، وإذا كانت وحدة ألف تنتمي تحت وحدة أخرى فلا بد من تحديد تلك الوحدة كوحدة مدير العام مثلا، ثم نختار موظفا ليكون مديرا على هذه الوحدة التنظيمية، ونقوم بجعل هذه الوحدة فعالة، أي على رأس العمل حاليا، أو وحدة افتراضية. هنا قمنا بإلغائها هكذا واعتبرناها وحدة سابقة لا وجود لها حاليا. أما إذا كانت وحدة فعالة فسنتركها خالية. وما يعنيه مصطلح وحدة افتراضية هو فريق أو لجنة. المستخدمين يمكننا إضافة الموظفين، ندخل اسم الموظف أحمد، وندخل بريده الإلكتروني ahmad@organization.com، ونقوم باختيار وتحديد الوحدة التنظيمية له، وثم نقوم بتحديد ما إذا كان أحمد من الموظفين القياديين أم التنفيذيين أم له صلاحيات في إدارة النظام. تعديل المنهجيات، الاطلاع على التقارير ونتائج مؤشرات الأداء، ومن ثم نضيفه. في حالة الاستقالة مثلا يمكن تحويله لوضع غير فعال، وبالتالي يمكننا ربط الموظفين بالإدارات ومجموعات العمل. وبهذا نكون قد استعرضنا كافة إعدادات مكونات النظام. يمكن لكل مستخدم الدخول والتأكد من دوره الوظيفي، البريد الإلكتروني، اللجان والإدارات التي ينتسب إليها. بإمكان المستخدم أيضا تفويض أحد آخر بالدخول بحال عدم تواجده بالشركة خلال فترة العطلة. من هنا شكرا لكم.